ما عرفتهم دابا لا كيسعاو بيها ولا كيطالبوا بيها ولا كيفصلوا فيها ولا مغتصبه ولا حاطينها في شي دار ديال الدعاره تكبر ويرميوها للدعاره. كتمتان الدعاره عايشه بيها، عايشه غير بالدعاره. الو طلعي لدارك، راه الباب ديالك محلول، راني ديت سيدره وديت معاها الحوايج، راه ما شافني حتى شي واحد وانا خارجه، راه شافني العساش في الطاكسي. غزاتني حدا عباد الله قالت لي سكتي ما تقوليش انا هي الام الحقيقيه، راهم ما عارفينش وهاد الناس راه وحده فيهم كتخلص ليا الكره. بغيت الراي العام يتحرك، بغيت الجمعيات ديال حقوق الاطفال واش ما كاينينش، واش ما كاين لا راي العام يتحرك لا والو، واش الظاهره هذه بغاوها، واش هي محيده للبنت وكتقول لي كاينين جوج اخرين حاملين. السلام عليكم، انا سميتي فاطمه من مدينه سلا، كنت نسكن في حي ساب القيد. انا تبنيت واحد البنيته من يالله تزادت ب 24 ساعه، الام ديالها دارت معايا باش غادي تجيب لي الوراق ديالها باش نصوب البنت الحاله المدنيه. هذا الشيء كله ما كاين فيه حتى شي حاجه. الام عطاتني البنت يومين ولا 3 ايام رحلات من الحومه، ما بقاتش كتبان، مشات حتى ولات البنت في عمرها عامين و 8 شهور. اللحظه اللي بغيت ندخلها انا الروض باش تقرا، ما عندي حتى شي ورقه باش غادي نصوب لها الحاله المدنيه، ما عندي حتى شي حاجه باش غادي المهم طالبوا لي الوراق. بقيت نقلب على الام ديالها الحقيقيه لوالدها، فاش لقيتها صونيت عليها، جات حتى لعندي هضرت معاها باش غادي تجيب لي الوريقات نصاوب للبنت. دارت معايا المراوغه، لعبات لي القوالب، جابت لي اخوات لهنا للدار اخوانيات، على اساس داك الاخوانيات جايين على اساس مساعده رجعتهم للتبني، طرحوا قدامهم التبني. نقزات وحده من دوك الاخوات قالت لها اي واحد غادي يبغي يشد هاد البنيته هادي راه ضروري خاصو الوراق، خاصو التنازل وخاصو الوراق. نقزاتني حدا عباد الله قالت لي سكتي ما تقوليش انا هي الام الحقيقيه، راهم ما عارفينش وهاد الناس راه وحده فيهم كتخلص ليا الكره. المهم انا سكت. هذاك النهار دات معاها البنت قالت خليها تدي لصقات فيها البنيه الصغيره، داتها معاها على اساس غادي تبات معاها ولا غد لي غادي تجيبها، ماشي باش تديها في خطره. فعلا دات البنت جابتها ليا في نص الليل، داتها لابسه مزيان، جايبها لي عريانه مقيه، راسها كله مخيط بالتقيه، ما عرف واش دار بينها، شو شنو دايرين لديك البنت، تبكى داك البكا هكا تردات على حوايجها كاملين. المهم جابت لي البنت في نص الليل قدام السيده، هي ساكنه حدايا هنا، عطاتني البنت رماتها بحال شي كوليه وزادت مشات بحالاتها. لا غد ليه مع جوج ديال النهار جات، كيبقات سيدره، قلت لها سيدره كي جبتيها البارح كي راه مازال دابا راه ولات حسن على البارح. خليتها في الدار حيت جات في الوقيته ديال الغدا، البنادم راه تغدا سالا، خليتها في الدار على اساس باش غادي نهبط نجيب لهم غير ما ياكلوا. الهبطه اللي هبطت انا للشارع اتصلت عليا، الو طلعي لدارك راه الباب ديالك محلول، راني ديت سيدره وديت معاها الحوايج، راه ما شافني حتى شي واحد وانا خارجه، راه شافني العساس في الطاكسي. العساس كان واقف جالس حدا القهوه، وهي ماشي غير حتى الكاميرا ديال القهوه شاداها. المهم من هذاك النهار اللي دات فيه البنت وانا جيبي البنت، هاني جايه جيبي البنت، هي في ماجيك بارك جيبي البنت، هي كتسارى جيبي البنت، مشينا نشري ولا شي حاجه جيبي البنت، وهي ما كاين حتى شي حاجه في هذا الشيء كامل. 16 يوم وهي ساده عليها عند وحده كينعسوها بالسيرو بالليل وبالنهار، لواحد الدرجه البنت ما كتنوضش، وصوروها ليا فيديو عينيها منفوخين مقربه وجهها الزرق بالسيرو. جيبي البنت جيبي البنت جيبي البنت، ما بغاش تجيب ليا البنت. في الاخر تقول لك راني حقا راني مشيت طلعت الوراق وراني عطيتها قانوني، وهذا قانوني انا ما شايفه حتى شي ورقه باش معطيه ديك البنت قانونيا. وزايدون ديك البنت فين كانت؟ كانت عندي انا اللي ربيتها، انا اللي كبرتها، انا اللي رضعتها، وما رضعتش غير الحليب ديال الفرماسي، راه رضعت بالزولتي، بالزولتي اللي شدات رضعات، كنحسبها بنتي وحده مني، ما كنحسبش راسي كاع واش انا مربيه ديك البنت. المشكل الوحيد اللي كان بيني وبين امي هي ديك الوراق، باش تجيب لي الوراق نصاوب البنت الحاله المدنيه. صدقت محيده عليا في خطره وداتها عطاتها لوحدين اخرين، علاش اخويا غادي يسديها لوحدين اخرين؟ واش هاد الاخرين اللي غادي يديو هاد البنت؟ واش ما عرفوش شكون اللي كان مكبرها؟ ما عرفوهاش عند من كانت؟ ما عمر امها شداتها من السبيطار رمتها ليا الفوق حدا المدرسه ديال الجاحظ، ما عمرها ما شداتها عندها، ما عمرها ما حضناتها حتى لصدرها، ما عمرها حطات يديها على راسها. عاد غتبان اليوم هي بلي هي الام البيولوجيه، باش ديك 9 شهور اللي هزاتها في كرشها، هي اللي كانت هزاتها غير 9 شهور في كرشها، انا راه ربيتها عامين و 8 شهور، طالعه في 3 سنين
وانا سربي وسهرانه، وفي الاخر تقول لك لا راني عطيتها وعطيتها قانوني، ودابا عاوتاني حاليا صدر اللي راه ما معطيه لا قانوني لا والو، دياهاش عطاتها لشي وحده في عائلتهم في اكادير ما كتولدش، ومني باغيين يعطيوها لهاد عائلتهم لاش عطاوها لي انا النهار الاول تخسرت عليها رزقي وكبرتها وما نعرف كيفاش، يعطيوها لها من النهار الاول مني عارفين ما كتولدش، وما والداش غير هادي راه هو والده وعاطيه، ما هي وحده ما هي جوج، حيت من داك النوع ديال الامهات اللي كتولد وتعطي، ماشي كتولد وتشد، كتولد وتعطي، واللي ماشي ولدها حقيقي راه شاده كتربيه. ما خداماش اخويا، راه غادي راسها غير كدور في زناقي، ما عندها لا راجل لا والو، ام عازبه كتقيل غاديه جايه معروفه عليها العالم تيعرفها، اللي تقول لي لبنات يقول لك هذيك راه غاديه راسها فين ما طابت ليها كتاكلها، والمشكله هي غير فين ما طابت لها كتاكلها، فين ما طابت لها كتحمل كتفرق، كتولد وتفرق، كتمتهن الدار عايشه بيها، عايشه غير بالدعاره باش عايشه هي، ما كتخدم حتى شي حاجه، عند الوالدين عند التصيله عندهم كل شيء سلعه وحده، كيشوفوا الغلط قدامهم وكيايدوه، ماشي من داك النوع اللي كيشوفوا الغلط ويحاولوا يصفيوه، لا هادو كيشوفوا الغلط قدامهم وزايدين فيه. ولدتها من الزنقه، ولدتها من الزنقه ما عندهاش الاب ديالها، ويلا قالت لك هي عندها شي اب جيبو توريه بلي هاد البنت هادي عندها الاب، ما عندهاش الاب، هي غير مصاحبه، اصلا عندها صاحبه راه في الحبس، كل مره كتصيفطو للحبس كدير ليه قلب وتصيفطو للحبس، ما كتخليش داك حتى داك السيد ما مخليهاش يرتاح، كل مره دايره ليه قلب باش تصيفطو للحبس، كدير موراه اللي بغات وبغات عاد يدير لها الكاغيط ويصوب لها الورق للدراري ما عباش، شكون هاد السيد هذا اللي غادي يصاوب ليها الورق ويصاوب لها الكاغيط وهي كتقيل تدور في الزناقي كل مره مصيفطها للحبس؟ انا نفسيتي وليت بحال شي انسان حمق، راه بقى لي غير حوايج نحيدهم في الزنقه، نبقى ندور في الزنقه هكاك، ما كل الميموار ديال راسي تلف، حياتي تقلبات، ما بقيتش عارفه راسي ناعسه ولا فايقه، كناكل ما تناكلش، ما بقيتش عايشه حتى كعباد الله، وجاي يعطيك الخبر من نهار مشات البنت وانا راه الحماق غادي ينزل عليا خويا، الحماق الحماق، حيت اصلا انا ديك البنيه كل ما بغيتهاش، علاش غنشدها من النهار الاول؟ راه شديت عليها على اساس استعطفت مع ديك الام، لحقيتهاش ديك البنت شتا غير غادي تطلع في الزنقه، اي واحد كان غيدي ديك البنت، هذا هو المشكل الوحيد اللي خلاني شديت ديك البنت، بقات فيا تبقى ترمى ما بين اليدين، كيف مره دابا شداتها مني انا حيدتها لي انا وقالت لك ترميها ما بين اليدين، ما عرفتهم دابا لا كيسعاو بها ولا كيطالبوا بها ولا كيفصلوا فيها ولا مغتصبه ولا حاطينها في شي دار ديال الدعاره تكبر ويرميوها للدعاره، ما بقيتش انا فاهمه ديك البنت اش من عيشه غتعيش ملي كتصرم من يد ليد، وتا ورقه ولا قالت لك عندها شي ورقه انا وريوني غير الوراق يبردوا لي غير خاطري، تقول لك راه عطيتها قانوني نشوف هاد الورقه هادو لي قانوني، ثاني بردوا لي غير خاطري نعرف لي هاد الناس هادو لي داو راه تكفلوا بها الناس بالصح، ماشي داينها عشوائي، كاينه في اكادير دات شي وحده من عائلتهم ما كتولدش، شي بنت عمتها ولا بنت عمتها ولا بنت عمها، كاينه في اكادير هي اللي داتها ليها عطاوها، الا غادي يرميوها للدعاره ما نعرف، حيت راه عائله فالصو كامله، الا غادي يرميوها للدعاره يقدروا يبداو يسعوا بيها وهي باقا صغيره، ما بقيتش انا فاهمه انا ديك البنت شي نهار غادي يشدها شي واحد يغتصبها يرميها في شي قنت، شي نهار توقع لها شي حاجه، وما ما فهمتش انا شنو باغي في ديك البنت بعدا اصلا، دابا اللي قال بين ليها مخا تكبر في قنت ونحيدوها لكون عطيوها القنت، شكون قال حتى ديك البلاصه اللي رماتها فيها دابا ما غتبقاش، واش ديك البنت غتبقى تلوح ما بين اليدين؟ ولا كانت الام تخلصها منها ما باغياهاش كيخصها غير فين تلوحها، شاش دايره لها هنا باش وصلناها حنا، ما عمرها ما عقلات عليها حتى بكوشه ديال 30 ريال، ما عمرها عقلات عليها بشي حاجه كيف ما بغى يكون، علاش دابا عاد بانت لك انتي بنتك باش تتاجر فيها باش تشد فيها الفلوس باش تعطيها اللي غادي يمشيو يخدموا البنت، وداكشي اللي خدموه بالبنت راهم تيقسموه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.